بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي وتأهله كأول منتخب عربي وإفريقي لدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022. وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهاني لأخيه جلالة العاهل المغربي على ما حققه منتخب المغرب الشقيق من إنجاز مشرف غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية، مشيدا بأداء لاعبي المنتخب المشرف والذي استحقوا من خلاله التأهل والفوز، معربا سموه عن تمنياته الخالصة لأفراد المنتخب الشقيق بكل التوفيق والنجاح، وأن يكون الفوز حليفهم في الدور نصف النهائي. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.